هذه حصيلة ديال عام كامل غنبارطاجيها معكم في هذا الفيديو. هذا بغيتو تعرفوا واش أصلية. بسم الله ونبداو الفيديو ديالنا. وخاصكم تعرفوا بأن هذه الحصيلة هذه راه المدة ديالها عام، يعني بزاف ديال الحاجات شريناهم وتباعوا، بزاف ديال الحاجات يعني صيفطتهم ولكن ما تباعوش، أصدقاء الصفحة ما سلموهمش ورجعوا ليا بطبيعة الحال. نقولوا بسم الله ونبارطاجي معكم أشنو غيكون في هذا الفيديو هذا. اي 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 المهم اول حاجه عندنا هذه القفيفه الصغيره، هذه الساشي هذه. ابغيت الفيديو يجي تاع عاوتاني طويل بزاف. كاينين هاد اش كيقولوا له ديال الضامه. المهم هذه حصيله ديال يعني ما غنديرش يعني من شهر واحد مثلا، نبقى ما عارفش هذاك الشيء بالترتيب، يعني نبقى نوريكم جميع لي زاكسيسوار. هاد الضامه هذه تيجيو معها هاد البيادق هادو، هذه ضامه الكترونيه. هاي هادي ما صيفطت حتى واحد، هادي غير بقات عندي حيت كاين شي حاجات مثلا الا وصلني شي واحد راه مثلا تنجيبهم و تنصيفطهم ليه. مثلا خديت شي حاجه وعجبت شي واحد، شوفوا انتم كيف كتلاحظوا، هادي ضامه الكترونيه بهذا البياض ديالها. هادي خديناها من السوق ديال اوروبا، كنقولوا لها حنا السويقه فهمتوني الجوطيه، تنزينوا لكم شي كلمات باش كيبان داكشي زوين و تنعطيو قيمه. هذه ما قلتش واقيلا خديتها ب 40 درهم 50 درهم. ها هي زوينه هذه. وثاني حاجه اصعب حاجه خصكم تعرفوا هي انك دير فيديو في المنزل ديالكم. تحدي هذا بوحدو تحدي. هذه تا هي خدينا واقيلا بشي 40 50 درهم. هذه ديال الزاج، هذه ديكور كان كيلعبها. تا هي ضامه ولا شطرنج. وكاين هذا الكابلي هذا ديال ادابتر ديال الماك، كيف كتلاحظوا اللي دابا هادو كيستعملوا لي دي جي، لي دي جي ولا شي واحد كيبغي يقرب مثلا الكابلي ديال الشارجور ما تيكونش عنده طويل، تيدير هذا باش كيطول داك الكابلي ديال الرالونج باش كيحط البيس مثلا شي بلاصه بعيده. هاد الكابلي هذا راه كاينين شي هاد القفه هادي تقريبا واقيلا ما قصاش مني نهار شريتها، درت لكم فيديو صافي. هادي مكانه سايكو هانتوما والله ما تتعلو، ماشي هادشي تنحطو راه بزاف ديال الحاجات راه ما تنقربش ليهم. وهاد الفيديو جابت الفرصة هاي، هاد المكانة هادي خاصها حجرة، هادي سايكو بانت لي أصلية وقديمة جابون، هاد زعما الصنع ديالها مرا تيكون أصلي جابون. الثمن ديالها تاهي خديناها بشي 50 درهم. غنوريكم هاد لي زاكسيسوار كاملين بيهم بقا وحدة، وغنقوليكم على السبب هادو كاينين هكا باش تعرفو. وهادي تجارة عادية راه ما تجارة تاهي دايرة بحال البورصة، مرة طالعة مرة هابطة. هادو كنت صيفطتهم لواحد السيد بلا ما نذكروا الاسم ديال المدينه، عجبو هادشي هذا وطلبني وديما كان تيوصلني، وانا نصيفطهم ليك قلتي عجبك وخلصني ماشي مشكل. بطبيعه الحال غيخلص الثمن ديال هادو، راه ماشي بزاف، راه ماشي تسحبوا لي تنقول الثمن ديالهم 1000 درهم، راه هادي معروفه بشحال خديتها انا مثلا 100 درهم غنبيعها 130 150 درهم فهمتوا. المهم الموضوع زعما المهم فيه فصيفطتهم السيد ما جاش ليهم بالعربيه، ما جاش ليهم ماشي مشكل. ها هو يقول كيتفرج في الفيديو عادي، اقسم لكم بالله عادي جدا، صيفط لي جوج الميساجات بان لي ما عاودش كونتاكتاني. كدوز واحد المده شركه ديال الارساليات اللي كتصيفط مع هادشي هذا كتصيفط لك ميساج اس ام اس كتقول لك اجي سالم داكشي ديالك، وطبيعه الحال كتخلص الي روتور. يعني انا ما نخلص شي حاجه، كتخلص الي روتور اللي هي التوتال 100 درهم 100 وشي حاجه. المهم كيف كتلاحظ هادي نحلوها، هادي راه عرفتوها بلا ما نحلها، خليها هكا شي واحد بغاها ولا شي حاجة. هادي بولا لومب، هادي لومب، هذا شنو في نظركم شنو غيكون هذا؟ هذا واحد يلاه سير قول شنو هذا نفعنا هاد الميس هذا؟ قلتو عليه كنا شريناه مؤخرا، يلاه شكون اللي غيعرف هذا؟ شكون اللي غيعرف هذا؟ شكون اللي غيعرف هذا؟ واقيلا بانت ليكم، واقيلا بانت. شي مزير هذا عقلت عليه، هذا الراديو خديناه ب 30 35 25 بحال هكا التوتال ماكسيمو، وزوين هذا والله الا زوين. ولا انت الراديو ب 25 درهم، الحجر مات ليه حيت بقى محطوط فيه. وهاد لي زاكسيسوار اللي بقاو هنايا هادي راه باينه، هادي الا عقلتو عليها كنا خدينا جوج، وحده صيفطناها لكازا كنصيفطها لواحد واحد السيد تيدير سينماتوغرافي حتى هو بروفيسيونيل. هادي اللي ما عرفاش كتكون كتحطها كتشدها بحال هكذا هاندلر، وكتحط واحد اللعيبه ديال الشولدر كتكون في الكتاف،
وكتصور بها الافلام، يعني افلام سينمائيه ماشي ديال كاميرا عاديه. هي راه كنت صيفطت واحد الكازا ولقينا مازال هادي، وخدينا هادي دابا هادي الثانيه. وهادو راه سيلفي سيلفي غوريلا بود كنقولوا لها حنايا، يعني هادي تقدر دير بها الفلوغين، تصور بها الفلوغين وتتحطها تريبي، يعني ميني تريبي صغيره، يعني الاستعمال ديالها باين يعني. ها هما جوج هادو، هادي كنا صيفطنا، هادي ما صيفطتش، هادي بقات عندي. دي خديتها بشي، خديت ثلاثه الى عقلته ب 120 درهم روحت. ها هي هادي راه كتخدم بلوتوث، كتخدم بلوتوث مع التليفون، كيف كتلاحظ هي تعلات. هادي حتى هي ضاما فيها بزاف ديال الحاجات، يعني يا اما بلا ما نحل عاوتاني راه هادشي بزاف. ها انتم كيف كتلاحظوا فيها ضاما وفيها هذاك سميتو كيلعبوا الدراري مؤخرا بزاف التليفونات. هادي ضامو هادي ما عرفتش الصراحه. المهم فيها كتبين فيها هنا فيها 100 لعبه. الثمن ديالها خديتها، المهم خديتها هادي هي من الجوطيه ديال العكاري، الثمن ما بين 40 و 50 درهم. تور ديسك ها هو الى عقلتو البيض، راه كنا صيفطنا لواحد السيد حتى هو تبع ب 200 درهم، كنت خديته ب 100 درهم وتبع السيد ب 200 درهم. هذا حتى هو خديته ب 100 درهم الى عقلته، وخديته ب 100 درهم عند صديق الصفحه راه تبعته سوق السبت، خديته ب 100 درهم وعطوني فيه داب، وصل الثمن ديالو 350 درهم. شكون يزيد متقال؟ او هذا قلت خصني تنجربو ضروري. الاخر صيفطته هكاك، تخيلوا معايا جاتو سوق السبت دازت معاه شحال، كونفيرمي معايا السيد صيفطته ليه. هذا ان شاء الله عقلو حتى غنجيبو ديك تورن ديسك الفينيل، غناخدو ليه الكاسيت ديالو، وخاصني نشري ليه الشارجور راه مازال ما عنديش. هذاك الا عقلتو ديك الخطره راه كنا شرينا واحد الشارجور ما خدمش ليه، ماشي كومباتيبل، يعني غنشري ليه شارجور وهذوك عاد نجربو وعاد نصيفطو لشي واحد ان شاء الله، نصيفطو ليه كامل مكمل. خديته ب 100 درهم، هذا من الاوائل ديال الساعات اللي كنا خدينا على عقلته. المهم باش يجي فيديو طويل، هادو بقاو ثلاثه كنا خدينا واقيلا شي 10 ولا ما هاي كاينه. المهم الثمن ديالهم راه خطير، انتم شوفوا شحال. وانا الثمن ديالهم ما فتش واقيلا في البيع ديالهم حتى 150 200 درهم. ها الثمن ديالهم راه غالي، هما راه كيديروا 60، كانوا دايرين 100 اورو. طبيعي الحال انت ما تبيعهاش 100 اورو، شكون غيشري عندك ساعه ديجيتال 100 اورو؟ هاي بقات اخر وحده، شوف واش كتبان ليكم ولا لا. انه راديو راديو شو قداش كنا خدينا ب 10 دراهم، هذا ب 10 دراهم. هاو اي واحد بغاه راه يجي لي فابور، ولكن ما نصيفطوش، ما غنصيفطوش لشي واحد قريب في الرباط يصيفطو لك. ها هو ولكن عنده مشكل واحد، هو هذاك الكونيكتور ديال الشارج ديالو خاصو يتصلح. صافي كدير فيه باتري ديال نوكيا وتيخدم لك. هاو شارج تقدر تحطو ديكور كاع سيدي، خدو كادو حطو ديكور. هاو هذا راديو زويون فيه لانتير ديالو، خديته ب 10 درهم. هادي لقيت المشكل، خاصها تشونج على الباتري ديالها، خديتها بثمن 50 درهم. ولكن راه تخدم فاش كدير في الشارج كتعطيك داكشي تافيشي لك. مثلا دابا شي واحد عنده وليدات صغار، تيدير لها كارت ميموار دير فيها افلام ديال الدراري الصغار، هذوك اللي المهم ميكيات وداكشي، ويتفرجوا فيهم هنا زوينه. شارجور ديال الكاميرا جو برو فيزيون، هما راه معاهم الباتريات ديالو، الثمن خديناها ما بين 40 و 70 درهم. هادو شارجور ويرلز، ها هما تا هما، هذا كنا خدينا المهم وقيلا بجوج بهم 50 درهم 30 درهم. هذا ب 10، لا هذا ب 10 هذا ب 10 وقيلا، وما عرفت هذا ب 30، واحد فيهم ما عقلتش. وقيلا هذا هو ديال 10 وهذا هو ديال 30. والبيض راه كنتباع، هذا كان جا لي واحد من واحد السفاره ديال الكونغو ولا ما عرفت شنو، خداه تيتفرج فيه ما كيفهمش فيديوهات وعجبو الارتيكل. عجيب هادشي. هذا مايك ويرلس ديال تشيبسي، انا ما عنديش، عندي الايفون ما عنديش تشيبسي. دابا يقدر يخدم الايفون 15، كنا خدينا الثمن والله ما عقلت. المهم هادي شي طوموبيل غالبا تكون 10 دراهم 5 دراهم. وهاد الساعات راه بقاو ليا منهم هادو، كنا حتى هما جبنا شي 10 دقه وحده، الثمن ديالهم كنا خدينا ب 150 درهم. هما مازال جدادين، كيتشارجاو روشارجابل، وكي وبالزوينه تيتحققوا بالجي بي اس، يعني فاش كتشارجيها بلا ما تحققها اوتوماتيكمون كتاكتيفي الجي بي اس اللي فيها تيحققها لك. زوين واتر بروف ديال سبور. هادو نايك كولابوراسيون مع طوم طوم. تيت ديال تريبي هي خديناها مؤخرا، الثمن خديتو ب 100 درهم 100 درهم واقيلا. كاميرات الثمن ديالهم واقيلا وحده ب 40 درهم وحده ب 60 درهم ما عقلت. باي مام هادي راه لقيت لها الشارجور ديالي على الاقل، شوف واحد الفيديو راه شريت شارجور
شارجور ديال البيت حتى انا كنت خديتها بوحديتها، وهذه حتى هي هذه بالحجر بلي بيل، وهذه بواط ديال الفيرساتشي اوريجينال ديال نضادر. الى عقلتو كنت خديتها هي ب 10 دراهم ونضادر لحيت لي مزاجه ب 20 درهم طوطال 30 درهم بجوج بها. ما علاش دابا هذه مديشارجيا. طبعا اكثر هاد الحاجات كنحطهم تنساهم صافي حيت ما عنديش بهم الغرض. فاش كنمشي للسواق ولا الجوطيات كتاخد شي حاجه يا تقدر تعجبك انت تخليها ليك اولا شي واحد وصاك عليها وقال لك عافاك صيفطها ليا. دابا هذه بقات من ديك الخطره راه فاش درنا عليها فيديو صافي. وهادي ايباد الاير 2 هادي ان شاء الله تكون من النصيب ديال شي صديق الصفحه ولا صديقه الصفحه. الثمن ديالها ما غيفوتش ان شاء الله 1000 درهم كنوعدكم. واخيرا وصلنا لاخر حاجه في الحصيله، هادي بغيتو تعرفوا واش اصليه. المهم بداو بالساعات اللي عندنا كاينين. كاينه هادي ها هي زوينه هادي الصراحه. كاينه هاد الساعات ها هي هادو كاملين ميكانيك. بغيت نقول لكم واحد المعلومه تقدروا تكونوا ما عارفينهاش بالنسبه للساعات. تيقولوا لي شي وحدين بغينا شي وحده ديال النبض شي حاجه كتحرك بالقلب، راه ما كايناش ساعه كتحرك بالقلب ولا هاد المعلومه احيدوها من عقلكم. ما كايناش. كاينين ساعات كوارتز ثلاثه الانواع، كاينه كوارتز اللي كدير لها الحجره عاد كتخدم، كاين النوع الثاني هو الميكانيك. مثلا دابا هادي راه ميكانيك ماشي اوتوماتيك، هادي ميكانيك، هاي خاصك حتى توين ديها يعني كتشارجيها. هانتوما تسمعونا هادي كتسمى ويندي يعني كتشارجي لها الموتور باش كيخدم. يعني الاول بالحجره، النوع الثاني كدير لها كتشارجي دابا القلب ديالها هي هي ماشي كيقول لك تحرك بالدم لا ما كايناش. كاين النوع الثاني الاول الحجره، الثاني هو هذا الميكانيك، والثالث هو اللي عندي ها هي. غنوريكم دغيا باش الفيديو ما يجيش طويل بزاف. هادي هي الاوتوماتيك ها هي، شوفوا الداخل ديالها شنو، تبان لكم واحد الحديده كتحرك، هذا هو الاوتوماتيك كيف كتلاحظوا. هذه اوتوماتيك ولكن حتى هي كتوين ديها يمكن لك تشار، فهمتوني. هاي هاي حديده كتحرك يعني ديك الحديده اللي كتشارجي لها القلب ديالها هي، فهمتوني. يعني ثلاثه الانواع ديال الساعات كاينين. المهم باش ما نطولش الفيديو بزاف، هذوك هذه ميكانيك ميكانيك هذه ميكانيك. الصراحه هادو كلاسيكيين واعرين بزاف. هادو بجوج بهم ميكانيك، هادي راه اوتوماتيك راه قلت لكم. دابا حتى واحد ما يكذب عليكم يقول لكم تتحرك بالقلب، راه ما كاينه شي ساعه كتحرك بالقلب نهائيا. هادي حتى هي ميكانيك، هادي دوغما سميتها دوغما برايم. الا عقلتو لقيتها في واحد السيت كدير 1000 وشي حاجه اورو. وهادي عرفتي شنو سميتها، سميتها تيتان شي حاجه خطيره. قلبت عليها وانا ما لقيتهاش، هادي بغيت نعرفها الفاليو ديالها شحال دايره. هادي حتى هي ميكانيك خدامه، خصني ندير لها غير لي سانتور ديالها والله ما ساليت انتوما. وهاد الكارتي هادي صدقات مزورة صدقات مزورة عادية، صدقات ماشي أصلية. ديتها لواحد السيد بروفيسيونيل في الساعات، الساعة صدقات ماشي أصلية وخا تتبان ليكم هكا، وقال لي فيها الفينيسيون ديال، قال لي هادو راه تيتباعو ب 3000 4000 درهم واخا ميطاسيون. عجيب هادي ياك. المهم حنا راه ما ضعناش، هادشي راه كيبقى غير كونتوني يعني كدير كونتوني كتشير تاخذ شي حاجه باش كدير كونتوني. يعني ضروري خصك تخسر باش تبين الناس وتبارطاجي معاهم المعلومه وتاهما يبارطاجيو معاك، حيت بزاف ديال الاراء ديال الناس يقول لك لا راه مزوره، كاين يقول لك لا راه اصليه راه درتي لاباس عاديه جدا. واخر حاجه راه هي هادي اللي لقينا، هاد البوشيط هادي تيعطوك فيها لي كارت ديال الاوميغا. دابا الساعات الفاخره مثلا دابا هذيك كانت اصليه، اما تيعطوك الساعه ما كتدخل البوتيك ديالهم وكارتي غيعطوك الساعه ويقولك صافي سير بحال هادك، لا هادو تيعطوك معاهم الوراق ديالهم وشكون اللي شرا الساعه فهمتي، واين نهار تيعطوك بحال قلتي كيعطوك الوراق ديالها بحال الطوموبيله. هادي تيعطوك باش كيبان داكشي لوكسوري يعني شي حاجه غاليه بزاف وعندها قيمه، تيعطوك الوراق ديال الساعه ديالك تيديرهم لك هنا بحال لاكارطات ديالك. يعني فاش كتكون داخل من المطار ولا خارج كاين واحد الدول تيمنعوا هذاك الشيء الغالي يدوز وبحال كيتسمى التهريب، يعني خصك توريهم الوراق ديالهم. هنا تيحطوا هنايا تتحط هذا بحال البسطام هذا ديال الاوميغا، تتحط فيه لي كارت ديال الساعه اللي خديتي. وهنايا
صافي هادشي اللي كاين الحمد لله تبارك الله ما شاء الله. هنا كنكونوا وصلنا لنهايه ديال الفيديو، لو وصلتي للبارتي هادي تخلي معاك لايك كومونتير ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.